كلية ما هن ما أنت وحل ده فرع أديك فيب جي سيدو كلاته وها أيضا أنا حسيد مدن تيادة قلب كي أجب كل استعمال عيو أو أجب تيادة له بيه أو سيدو كلاته أنك ورقبنا أو لغو بهي ودنك حوال وها أنا إلا صدن مجاله أو دلك دلك لغو بهي أديك يعني أو شركات أو جدين حيسين تجيسا كورن باتن الشبكة هي شركات عاونة أديك أنا إن هي شركات لا يسكوها بات تيادة دي أديك جودة وها وينك بدل الدون تا استعمال كتكنولوجيا دي سيجود جيسك أفريكا دينا على ثلاثة شركة هرمود وحالة سو شغالة إن مدرر أنا جو أه كلمة كل دول له مرة أنا جو لطليا مرة أنا جاسم واحد مرة أنا ماريو كبيجنا إيه هذا ماري أه شركة مركز تبع وحي هرمود وهاد أو إن جل شغالة زي هرجلين تا شركة سكارسين تا جار هان وح حسوس دا أن كود شغالة إن أنسحين تا شركة سكارسين تا لسماء هاد سكارسين تا غرنكا إيه سيدو كلاتو غضب هذا يقدم بيه أو كمل هاي نسكو حركة شبكة دا سكارسين تا iyo sidoo kale nidaaminta hirarka isgaarsiinta oo ah kii ugu dambeeyay dhalayna adeegan casriga ah ee 5G oo ah 5G ugu dambeeyay oo hadda noo soo xirma waxaan si gaar ah u aamanaa shirkadda Hormuud madaxweynaha hortiisa iyo wasiirka iyo dadkii oo fadhiya in shirkadu ay tahay Hormuud oo tahay markasta ay hawshu adkaato shirkadda ugu horeysa oo lacagta bixisay hawsh u fududaato taas oo ah gaar ahaan lacagta ugu dambeysay oo hirarka isgaarsiinta oo u sahlanay shirkadaha badankood oo malaayiin dollar ah waan ku mahadsan yihiin hawlaha badan ee nala qabsadeen شركة جالسين تقولي وغبيه وحنا ناسي سعادة هيرجلين تغضب بدن أنا لك دونا هنا هيرجلينه غضب بدن سنروح يكون هيرجل دونا إن شاء الله ترتيب ترتيب هي سيدا وكلاته وده هذا للاش غير سكتر كسيجود وحنا سيجار وحنا بلينا ما أنت شركة هرمود أنا قف عيد سنة فرصة دان أبل مرينا ده عصر جاه أو كسوه هو يسي فجارش عالمي جاه أيده كم تشي مجا سوامالية سيجود مركا لجوج فجارش عالمي جاه شركة لما شركته لما نشركته حكلاته حال شركته ودن كذا سيجود marka shirkadana waxaan ku amaanaa balamarnida guud ee keentay sida la xusay oo halkan aan ka arin cadeynteeda shirkada Hormuud oo canshuur bixiye iyo samafale oo dadkeeda ku dhaxnool wax weyn u tarta oo u baahan sharci iyo nidaam iyo wax saacida horumarinta adeegas ay qabato hawl dalku qabato hawlaha kala socodana dhamaantood waxaan rajaynaynaa inay ku dhamaadoonaan si guul ah iyo horumar hadii ila yiraado